قانون رقم 41/8 تحدث بموجبه الوكالة المغربية للتنمية الاستثمارات. الكلمة للسيد الوزير لتقديم المشروع. سيد الرئيس، سيدات السادة النواب، لقد صار لزاما أن يتوفر المغرب على وكالته الخاصة بالاستثمارات. شأنه في ذلك شأن كل الدول التي تبنت استراتيجية العمل بهذا النظام في مجال الترويج للاستثمار منذ سنوات. وقد نجح المغرب إلى حد الآن في تسطير سياسة أبانت عن نجاعتها في مختلف القطاعات، رغم الإكراهات الدولية الناتجة عن احتداد المنافسة وعن الأزمة المالية التي تعرفها مختلف مناطق المعمور، إلى أنه اليوم في حاجة إلى دفعات أخرى أقوى قادرة على أن تبوئه المكان التي هو أهل بها في أفق تسريع أكبر وتلميع أوضح لصورة المغرب لدى المستثمرين الواعدين، وتماشياً مع السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الهادفة إلى جعل المغرب منطقة جذب قادرة على ربح رهان المنافسة الدولية، كما تترجم ذلك السياسة الحكومية في هذا المجال. في هذا الإطار أتقدم إليكم بمشروع قانون بعد مصادقة المجلس الحكومي والمجلس الوزاري عليه، والذي عرض على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسكم المؤقر، حيث تم إدخال عدة تعديلات على بعض بنوده. إن هذا المشروع يقترح إحداث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة ولمراقبتها المالية عن المنشآت العامة. أطلق عليها مشروع القانون الذي أطلق عليها مشروع القانون الذي بين أيديكم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات. وستعمل هذه الوكالة من موقع اختصاصاتها ومن موقع الاستمرارية في المهام التي كانت تقوم بها مديرية الاستثمارات الخارجية، على القيام بكل ما من شأنه العمل على توسيع الوعاء الاستثماري في بلادنا وفق ما هو منصوص عليه في مشروع القانون بين أيديكم. وهذا إلى جانب ذلك، ستعمل الوكالة على تنمية مناطق الأنشطة المخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. وبالإضافة إلى كل ذلك، يمكن للوكالة أن تتولى بنفسها إقامة مناطق أنشطة في إطار اتفاقيات خاصة بكل مشروع تجهزه مع الدولة. وفي الأخير، فإن أعمال الكتابة لدى لجنة الاستثمارات الوزارية والتي يترأسها السيد الوزير الأول تطلع بها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، كما تعمل على تقديم العون والمساعدة للسلطات العمومية مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمراكز الجهوية للاستثمار. وحتى تتمكن الوكالة المغربية من إنجاز مهامها بصفة فعالة، فإن مشروع القانون قد أوكلها لمجلس إدارة يتمتع بكافة الصلاحيات والسلطة اللازمة لإدارة الوكالة وتسوية قضاياها العامة، وسيظل مستخدموها متمتعين بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها في وضعيتهم الأصلية. وشكرا. شكرا سيد الوزير.